تعالوا النهارده نعمل قهوه الزعيم، ولكن هنعملها في الكوبايه اللي هي البسكويت دي اللي بتتاكل. فيلا بينا. طبعا اللي مش عارف، طبعا الزعيم هو صاحب اشهر مقوله انجليزيه في العالم كله والوطن العربي، واصعب كلمه في العالم كله في اللغه الانجليزيه، وهي الكسكليو ده اللي بوانا. كسكليو ده اللي بوانا. فاحنا هنجيب الكنكه بتاعتنا ونجيب القهوه بتاعتنا، وانا هنا بستعمل قهوه ابو عوف. انا بحط معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ثم 3 معالق ونص سكر، ادي 1 2 3 ونص ثم وبحط لبن بودره. وعارف طبعا الناس هتقولي لا المفروض تحط لبن عادي، ولكن جربها باللبن البودره هتلاقي طعمها مختلف جدا على مسؤوليتي الشخصيه. ثم ونحط ميه ساقعه وتمكس بقى كل ده مع بعض. تمام، احطها بقى على النار ونرجع نصبها في هذه الكوبايه. يلا بينا. رجعنا وعملنا القهوه، شايفين الوش ولا لا؟ بصوا قهوه معتبره يعني. ماشي، نجيب بقى اللي هي الكوبايه البسكويت دي، ودي كانت عامله 10 جنيه. دي شكلها كده من جوه، بتبقى فيها شوكولاته يعني، ده شكلها من جوه. وتعالوا نصب القهوه عليها. بص بقى، بص بقى اللحظة دي، يا والا يا والا يا والا يا والا. القهوة بقى هنا بتسيح مع الشوكولاتة اللي جوه، فبتشرب قهوة بالشوكولاتة، وبعد ما بتخلص بتاكل البسكويت اللي بره. في بقى حوالين بقى الكوباية من فوق كده مكسرات، وانت بتشرب بقى بتاكلها في نفس الوقت. فبصوا التجربة عظمة جدا. الله يا رب. طب انا دلوقتي كده خلصت القهوة وعايز اكل، اعمل ايه طب يا رب دلوقتي؟ وهنا بقى اجمل حته، بعد ما بتخلص القهوه تقوم واكل الكوبايه. الكوبايه تخينه قوي وسميكه قوي، علشان وانت بتحط القهوه والسخونه بتاعت القهوه وكده اللي ما تلاقيش البسكويت سايح معاك او اتكسر معاك، فوانت بتاكل بقى بتحس باللي هو ايه السماكه دي بقى، فتحس انت مثلا ايه بعد ما خلصت نص الكوبايه انت شبعت اصلا، عشان البسكويت سميك قوي. يعني انا بصوا كلته نص الكوبايه وشبعت حرفيا، بس هاكلها برده. كما قال الزعامه، بيب بيب بيب، بحب القهوه الحليب، بحب القهوه الحليب.